السلام عليكم، أني المرشح الحقوقي أركان عز الدين جهانجير حاجي الهركي، تسلسل 9 ضمن قائمة 162 قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة نينوى. ندعو مواطنينا في محافظة نينوى الثقة بقائمتنا قائمة 162 من أجل الدفاع عن حقوق المواطنة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد في مؤسسات الدولة، ونعمل على عودة النازحين وإعمار مدينة نينوى، وكذلك خلق فرص عمل للعاطلين. فأرجو من مواطني وناخبي محافظة نينوى الذهاب يوم 12 من أيار لصناديق الاقتراع، وشكرا.